ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده في رمضان في البيت على هوم سينما، وكنت عايز اوضح بس ان دي هتبقى اخر حلقه في رمضان في البيت. بعد كده بقى ان شاء الله باذن الله هتنزل المسلسلات بكره. المسلسلات اللي هتنزل على ام بي سي مصر هتنزل بكره ابتداء من الساعه 8. في المسلسلات اللي هتتعرض الساعه 9 والساعه 10 والساعه 11 والساعه 12، في هنبدا تقريبا فكره بمليون جنيه، وبعد كده هيبقى في قابيل، وبعد كده هيبقى في شقه فيصل. معرفش بقى اذا كان في كمان ولد الغلابه هيبتدي كمان ولا لا، بس في مسلسلات كتيره جدا هتبدا بكره على ام بي سي مصر. وباقي المسلسلات هتنزل عادي جدا يوم الحد. كل بقى المسلسلات يعني كلبش والحاجات اللي احنا منتظرينها وكده، معظم المسلسلات هتنزل يوم الاحد يعني، بس تقريبا في بكره 4 مسلسلات او 5 مسلسلات هتنزل باذن الله على ام بي سي مصر. دي اخر حلقه في رمضان في البيت. تريلر رياكشنز خلاص، ما فيش اي تريلر رياكشن هنعمله. دي كانت يعني الحلقات كده خلاص خلصت. هتنزل بعد كده بقى هينزل الريفيوز بتاع المسلسلات. يعني هنعمل 3 حلقات في كل مسلسل، يعني مسلسل واحد هيبقى فيه اول 10 حلقات هتخلص هنعمله حلقة، وبعد كده بعد كده تاني 10 حلقات هنعمله حلقة تانية، وبعد كده بقى العشرة الأواخر خالص بقى لغاية الحلقة الأخيرة هنعمله حلقة تالتة. يعني كل مسلسل هيبقى ليه 3 حلقات إن شاء الله بإذن الله متفصلة، يعني 10 و10 و10. وكنت عايز أتفرج على مسلسل اللعبة بتاع هشام ماجد وشيكو، بس لسه قاري الخبر من شوية على السينما.com إن المسلسل هيتأجل. معرفش حصل إيه يعني في التسويق وكده، فتقريبا المسلسل اتأجل يعني، مش عارف لسه ما هيبقى هيتعمل امتى. وفي مسلسل برضو مملكة ابليس، ده كان بتاع رانيا يوسف وايمان العاصي وغادة عادل، ده برضو مسلسل انا كنت عايز حابب ان انا اعمله تريلر رياكشن اشوفه ولا لا، بس للاسف برضو المسلسل برضو ما اتوقف، معرفش ليه، برضو مش عارف اسباب لايه، برضو ما حبيتش ان انا اقعد اخش نفسي في التفاصيل واقعد اقرا يعني كتير. اول ما قريت ان هو اتأجل طبعا سيبته، لان انا كنت يعني مستني بقى لي اكتر من يومين ان انا اعمل تريلر رياكشن لمسلسل اللعبه ومسلسل مملكه ابليس، فلقيتهم هم اتكنسلوا يعني او اتاجلوا يعني. بس وكان في برضو مسلسل لعادل امام فالنتينو، بس برضو ما نزلش، ما اعرفش ليه، تقريبا في حاجه برضو في المسلسل، انا مش عارف في ايه السنه دي في المسلسلات، تقريبا السنه دي سنه فقر بالنسبه للمسلسلات يعني. مش هيبقى في عادل امام، ومش هيبقى في نيلي كريم، ومش هيبقى فيه عمرو يوسف ويوسف الشريف. طبعا في ممثلين كتيرة جدا متعودين دايما ان احنا نتفرج عليهم في رمضان مش موجودين السنة دي. انا معرفش الخبر ده صحيح ولا لا، بس انا سمعت ان عادل امام كان تقريبا اتنقل العناية المركزة، فانا معرفش بصراحة هل المعلومة دي حقيقية ولا لا، عشان انا ما بحبش افتي في اللي ما اعرفوش، بس انا قريت الخبر ده كذا مرة على فيسبوك وكده، سمعت ان هو اتنقل العناية المركزة، فعشان كده هم توقفوا تصوير المسلسل بتاع فالنتينو اللي كان بيشارك فيه مع حمدي المرغني وكده، فتوقف يعني او تأجل. وكنت مستني برضو طبعا السنة دي مسلسل الزيبق 2، بس برضو ما اتعملش يعني، هم قالوا ان هو كان هينزل السنة دي وبعد كده قرروا ان هو توقف تاني، معرفش بقى ده بالنسبة للتصوير ولا ايه بالظبط، فمش عارف، تقريبا هيتعرض في 2020 يعني السنة الجاية بإذن الله في رمضان السنة الجاية. بس فأنا تقريبا هتفرج على 13 مسلسل السنة دي. المسلسل ال 14 اللي كنت هتفرج عليه هو مسلسل اللعبة، على الرغم من ان انا ما شفتهوش ولا عملت له تريلر رياكشن، بس انا حبي يعني حبا في شيكو وهشام ماجد انا بحبهم جدا، وبرضه عشان الواحد كان يعني كان ناقصه اتفرج على شويه كوميدي بصراحه، لان المسلسلات السنه دي انا شايف من وجهه نظري ان الكوميديا بصراحه يعني راح في 60 داهيه خالص السنه دي، يعني مفيش غير مثلا مسلسل دنيا سمير غانم ممكن هو اللي ضحكني شويه، وبعديه على طول سوبر ميرو بتاع ايمي سمير غانم، وبعد كده بقى الباقي كله يعني
ما علينا ما علينا، خلينا ساكتين. دول المسلسلات اللي انا هتفرج عليهم ان شاء الله باذن الله السنه دي. وباذن الله زي ما قلت هيبقى ليهم ريفيوز وكده، كل 10 حلقات هيبقى ليهم ريفيوز. ممكن يبقى فيه ستيفلر رياكشن او تريلر رياكشن لافلام عيد تانية مثلا هتنزل ولا حاجه. احنا اوريدي عملنا اوريدي التريلر رياكشن بتاع كازابلانكا، وعملنا برضو تريلر رياكشن بتاع فيلم الممر. لسه مش عارفين بقى السنه دي في العيد يعني هيبقى فيه افلام ايه تاني هتنزل. قالوا هيبقى في الكنز 2، وقالوا كمان هيبقى في الفيل الازرق 2، وفي ولاد رزق 2، وفي حملة فرعون، مش فاكر كان في ايه تاني قالوه. بس اتمنى يعني يأجلوا شوية، لان الموسم هيبقى برضو بصراحة هيبقى جامد قوي بصراحة لو كل ده نزل يعني. بس ما عنديش حاجة تانية اقولها بالنسبة لمسلسلات رمضان. خلاص كده التريلر زي ما قلت من شوية خلصت. هنخش بقى في الريفيوز بإذن الله، يعني اول ما نبتدي بقى نتفرج على مسلسلات رمضان. مسلسلات رمضان هتبدأ من بكرة زي ما قلت. واحد يعني من المسلسلات اللي انا هتفرج عليها من بداية من بكرة هيبقى مسلسل قابيل بإذن الله، تقريبا هيتعرض الساعة 9 يعني على MBC مصر. بس ما عنديش اي حاجة تانية اقولها. ده انا كنت ده فيديو كده هيبقى سريع كده، كنت عايز احطه هنا في رمضان في البيت هنا على هوم سينما. مجرد بس اعرف الناس ان هي يعني التريلرز تقريبا خلصت، لان انا تقريبا غطيت بنسبة 99% من مسلسلات رمضان السنة دي. ممكن ما كانش فيه غير مسلسل او مسلسلين ما عملتلوش تريلر رياكشن، كان منهم مسلسل اسمه زودايك او زودايك تقريبا حاجة زي كده، في ياسمين ابو اليزيد، وفي تقريبا هند عبد الحليم، ناس كتيرة يعني. بس طبعا ما عملتلوش ستيفلر رياكشن. اتفرجت طبعا عليه على طول، ما دخلش دماغي، قلت الحمد لله انا ما عملتلوش تريلر رياكشن. وتقريبا كان في برضه مسلسل تاني ما عملتلوش تريلر رياكشن، تقريبا كان بتاع جمال سليمان، اسمه حراملك، انا افتكرت اهو، كان في جمال سليمان اسمه حراملك. بس ما عملتلوش برضه تريلر رياكشن، لان نوعيه المسلسلات دي انا بصراحه ما بحبهاش يعني، ما بتجيش معايا سكه قوي. فقلت اتفرج عليها بقى على طول، ومش لازم بقى تريلر رياكشن يعني. انا بس انا اللي فايتني تقريبا واحد او اتنين او تلاتة بالكتير قوي من مسلسلات رمضان السنه دي يعني. وفي برضو مسلسل تاني تقريبا بتاع فيفي عبده وحوريه فرغلي على ما اعتقد يعني، بس انا تقريبا اسمه يا حوريه فرغلي او وفاء عامر حاجه زي كده، اسمه الحلال والحرام حاجه زي كده يعني على ما اعتقد. ده برضو ما عملتوش تريلر رياكشن برضو، عشان حسيته ان هو مش هيبقى قد كده. بس فده تقريبا انا اخر كده بقى، انا الباقي غطيت كل المسلسلات بتاعت رمضان. ما فيش حاجه تانية بصراحه، ما تقريبا ما فوتهاش، انا تقريبا عملت كل المسلسلات يعني. بس زي ما قلت لكم، احنا تقريبا غطينا كل المسلسلات بتاعت رمضان. استنونا بقى ان شاء الله مثلا في 10 رمضان ولا حاجه. هو بصراحة على حسب الانترنت يعني، على حسب سرعة الانترنت، والله ما تقصيرا مني، بس على حسب سرعة الانترنت. يوم 10 او 11 رمضان بالكتير جدا هتلاقوني ابتديت انزل الريفيوز بتاعت المسلسلات يعني. استنوني مثلا من اول 10 رمضان او 11 رمضان بالكتير قوي، هتلاقوني منزل بقى الريفيوز بتاعت المسلسلات وكده يعني. بس ما عنديش حاجة تانية اقولها. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقة عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستجرام. وكل سنة وحضراتكم طيبين، ورمضان كريم، وباي باي.